فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان لدي جار لا يحضر صلاة الجماعة، وقد إذا كان لدي جار لا يحضر صلاة الجماعة وقد ناصحته أكثر من مرة لكنه لم يستجب، فما الذي تبرأ به ذمتي حيال ذلك؟ أن تخبر رجال الحسبة، يخبر رجال الحسبة عن هذا الرجل، وهم هذا من شأنهم أنهم يستدعونه ويرشدونه ويوجهونه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.